اذا انا اخويا الاخ مول السياش والله الا خدام الكونت بالله خدام ناضي لابليكاسيون خدامه ناضيه خدامه ناضيه اخويا ايوا شوف المشكل فين عندك اخويا سير دابا جري شوف الكيشي عندك ياك ما داو لك رزقك خويا امي اليوم ما بغيتش تخدم ليا الاب والسيت ديال السياش ما تصيفط لي حتى شي ديال اللي يكون ديالي اللي كينصبوا واو وليتو مرعودين اصاحبي واللي وقع ليه شي مشكل دابا دابا بغيتي تحلي لابليكاسيون ديال السياش تدخل هاني اخويا لا تخلعتي دابا سير دابا جري الكيشي دير ترانزاكسيون خرج هذيك الورقه ترانزاكسيون واش دات شي حاجه نشوفوا واش لا انا باش نريحك انت غتجيك سكته قلبيه دابا لا عرفتي انا نشوف واش التطبيق ديال السياش خدام بقى معايا عرفتي الا دابا قلت ليه خدام التطبيق ديال السياش اليوم طاح له السكر يلا انت صبر معايا صبر معايا نشوفوا واش خدام التطبيق ديال السياش تن 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 قالوا لي دير ميزاجور بلاتي اخويا خصني ندير ميزاجور عاد ثاني السياش ادير السياش يديروا بزاف لي ميزاجور بلاتي اخويا انا عارف قلبك تيضرب دابا وشوف اش بغا يوقع السياش بلاتي قالوا لي دير ميزاجور وانا عارف شحال كيديروا ديال لي ميزاجور اصاحبي بزاف هيا كتيليشارج الميزاجور تسنى تيليشارج الميزاجور نقول لك واش خدام التطبيق ديال السياش ولا لا الا ما كان خدامش سير دابا ها شوف عفطه وحده سير شي كيشي وتيري ديك الورقه ديال لي ترانزاكسيون ومن بعد اجي قول لينا شوقي خي امين وقع ليا مشكل ما بغاوش يوصلوني الدفعات ديال فيسبوك عندك شي مشكله في البي اوت انفورميشن اخويا يحيى خويا امين عطينا الراي ديالك في اف سي ال سي كا بانك افيليييت السميه كي دايره بعدا عاد نعطيك الراي ديالي استاذ امين شوف لي الصفحه الرسميه ديالي واعطيني الراي ديالك الا دخلت للصفحه الرسميه غادي نخرج من اللايف سيت ويب نتعلم ليه ونقادو اش خاص نركز باش نقعد شي حاجه واعره هو الديزاين هو الفرونت اند تهضر على الاي بي تي في هو الفرونت اند ركز ليا على الفرونت اند يلا احنا غندخلوا دابا السياس والاخ اللي يلا عندك يسكت لك قلبك شوف ما تسخف حتى تشوف بعدا ها يا خويا وا السوري دي شارجت لا تعطينا واحد دقيقه اعطيني دقيقه تشارج على السوري خويا عميل حساب انستغرام طاح بانتهاك يقدر يرجع لا ما يقدرش يرجع انتهاك الحقوق الملكيه ما يقدرش يرجع سلام خويا امين شي حل الدوتاسيون جاوبتك على هذا السؤال فاذا بينا تفاجأ ان التطبيق ديال اولا تفاجأ ان باينس خدامه اذا انا خويا الاخ مول السياش والله الا خدام الكونت بالله خدام ناضي لابليكاسيون خدامه ناضيه خدامه ناضيه اخويا ايوا شوف المشكل فين عندك اخويا سير دابا جري شوف الكيشي عندك ياك ما داو لك رزقك شي سيت نقادو منه ارقام دوليه خدم بزادراما خويا امين كيفاش ناخذ رقم اكاريكي زادراما هذا الطود قانوني شنو هو الطود السلام عليكم وعليكم السلام فين نقدر نتعلم مصمم الله اعلم اللايف حبس ايه فين نتعلم جافا سكريبت اختي ايه جافا سكريبت لا بغيتي تعلمي ليه بدا يوتيوب راه تلقاي فيه دروس اش بالك فرومبل ما تعرفوش علاش مواقع التداول لا تقبل البطاقات البنكيه في المغرب الله اعلم اخويا الله اعلم امين واش كاين شي دومين غير اي بي تي في فيه الصرف دخل الاي بي تي في فيه الصرف اعطيني شي دومين غيدخل لك 30 ك 40 ك 50 ك ودومين سهل هي جوج خويا امين كيفاش نكون راسي للتجاره الالكترونيه خويا امين كيفاش نكون راسي بتقول نكون راسي للتجاره الالكترونيه كيفاش تكون راسك للتجاره الالكترونيه هو انه كما عطات النصيحه للاخ اللي قبل منك انك خاصك تحارب الاميه المعلوماتيه اولا يعني كل توسكي كوبي رايت خاصك تقرا عليه توسكي ادس انك خاصك تقرا عليه حاول انك تدخل للمنتديات هذا هو اللي كاين وانك حاول انك الا لقيتي تجار انك تعاشر مع التجار لان هذوك التجار غيوريك الحرفه غيوريك التجاره شنو هي خويا امين بالنسبه للاي بي تي في واش مزيان نشري سيت ولا نقادو راسي لا خاصك تشري سيت غتسكت ليه القلب راه يمكن سكت المهم راه لابليكاسيون خويا السياش راه خدام الا ما سمعتيناش
خدام انا شتو يا خويا حمزه التوره تاكد لك خويا امين كنشكرك على هذه المعلومات اللي كتفيدنا بها مرحبا خدام اخويا الله الله سكت لي قلبو خويا واش نقدر نطلع حساب انستغرام ونبدا نبيع فيه الخدمات ديالي لصحاب الايكوميرس اللي فيه ممكن كلشي لصحاب الحال كلشي جرب التطبيق السياج دابا كلشي قال لك راه خدام المهم الاخرات تلقى ما تسمعش اللايف دابا راه مشات يجري يشوف اش كاين الناس اللي داروا عندكم صلى الله ما رجعوا وكنعرفهم صحابي كبروا براسكم الخوت وسيروا وعاو ما فهمتش الناس اللي داروا عندو كونسلتين والله ما رجعوا ولا كنعرفهم صحابي كبروا براسكم خويا ما جاوبتينيش خويا ما قريتش السؤال خويا ما عرفت هاد انوي مالها كونيكسيون ثقيله خويا خصك تشوف مع انوي خويا امين حساب انستغرام طاح بانتهاك يقدر يرجع راه جاوبتك على هذا السؤال الله يرضى عليك يا ولدي امين الله يجعل صدقه اللهم امين خويا امين شي تطبيق تدخل منه الفلوس خويا ما عنديش تطبيق تدخل منه الفلوس نعم الزميلات مالهم السلام خويا امين كيفاش نبلوكي شي حد في انستغرام وما عرفتش تبلوكي شي واحد في انستغرام اختي لاميا بسبب دخلت الدولار الاول البارح سال الله يسر لك اخويا خالد خويا امين دوي لينا على منصه نون اكسبريس ما كنعرفهاش حتى هما كثار ولاو دايرين بحال الشومبينيو دوي لينا على الريسكين راه كتب امين رغيب الريسكين في يوتيوب السلام عليكم خويا امين الله يجازيك انا بغيت نعرف شكون هي احسن شركه توصيل على ود ايتسي الله يرحم الوالدين اختي خصك تدوري على الشركات كاملين اللي كيصيفطوا على برا وطلبي دوفي وشوفي الشركه اللي دارت معك ثمن مزيان واش ما بغيتش تجاوبنا على المواقع اللي كنت داير تعلم التجاره باللغه الانجليزيه خويا ادخل كاين ديجيتال بوينت كاينه واريور فورم كاينه بلاك هات اي سي او فورم كاين واحد المنتدى سميتو اس تي ام فورم ولكن هذا بالفلوس واش ما بغيت انا جاوبتك اخويا راه ما قريتش السؤال راه ملي تقرا السؤال كنجاوب عليه اين ويب هوستينغ تنصحني به دير اخويا هوستينغر ولا دير هوستو ويب شركه مغربيه خويا امين بشحال غادي يطلع ليا الادز في الاي بي على حساب البلاد اخويا على حساب البلاد بغيت ناكتيفي الويندوز كيفاش خدم بكراك هما ديال المشاريع مايكروسوفت لا ما عنديش فكره عليه اختاريتي الفكاهه عن قناعه ولا فرضتها عليك الظروف لا فرضت عليا صراحة الظروف انطلاقا من بعض التعليقات الجميلة التي في عوض نقول سبحان الله راه حنا كنطلعوها صافي خويا امين شنو هما اهم اللغات اللي مهمة في المجال تاع الفرونت اند وسميتو خويا شوف الله يرضي عليك كاين شي اسئلة بحال واحد يكتب ليا عافاك بغيت نتيليشارجي على خويا ما غتمشيش لجوجل وتكتب وات از ذا بيست لانجويجز فور فرونت اند وات از ذا بيست لانجويج فور باك اند تتسنى لايف بس مستقبل البرمجة مع التطور الذكاء الاصطناعي نعم هذه من الوظائف التي سنفقدها للأسف خويا امين شنو هما اهم اللغات والله تيصعب شي وحنا انا هو المقدم ديال الويب تيجي يسولني خونا ما تعرف هذا خونا سامو خويا امين عطيني شي مازال زوين كمبتدئ والله اخويا لا هو الاي بي تي في قسما بالله شي مازال زوين كمبتدئ مجال ساهل مجال فيه الفلوس هو الاي بي تي في كلمه ولاد حرام راه كبيره عند الله استغفر الله خويا امين جاوب يا خويا راه خصني نقرا السؤال باش نجاوب هوستينغر ولا هوستغاتور لا بجوج زوينين اخويا صالح بجوج زوينين سلام خويا امين عطيني شي مجال جاوبتك